بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة أنا هتكلم مع حضراتكم النهاردة عن مباراة السوبر وخسارة مباراة السوبر أمس وما حدث من امبارح لغاية دلوقتي. الحقيقة لأنه من حق جمهور النادي الأهلي إن هو يزعل، من حق كل واحد بيحب هذا النادي الكبير، هذا النادي العريق، هذا النادي اللي خد 6 أو 7 بطولات خلال هذا الموسم، ان هو يزعل على شكل اداء اللاعبين امبارح او حتى كمان الاداره الفنيه. هنتكلم في كل هذه الامور وهتكلم مع حضراتكم في كل هذه الامور، ولكن خلوني ارجع مع حضراتكم لشهرين ثلاثه او 4 5 شهور لورا. 4 5 شهور فاتوا. خلال الفتره السابقه ماذا فعل هؤلاء اللاعبين؟ هؤلاء اللاعبون. كل لاعب من هؤلاء اللاعبين الحقيقه موت نفسه جوه الملعب علشان يقدر يجيب للنادي الأهلي ولنفسه بطولات كثيرة جدا خلال الموسم السابق. هو أنت يا عم إسلام النهاردة هتطلع تبرر خسارة امبارح؟ أنا لا أبرر خسارة امبارح أو خسارة امبارح، ولا أبرر سوء الأداء اللي كان موجود من اللاعبين، ولا أبرر سوء الإدارة الفنية جوه الملعب، لأنه اللاعبين أنفسهم عارفين هذا الكلام، المدير الفني نفسه عارف هذا الكلام، وعارفين ان هم امبارح كان عندهم افضل من كده مليون مره. كل اللاعبين على فكره، ودي اخبار ومعلومات وليست كلام انا طالع اقوله في الهوا وخلاص، هي اخبار ومعلومات. اللعيبه كلها كل واحد قاعد في اوضته قافل على نفسه. من ساعه تقريبا او من ساعه ونص كان هناك اجتماع كبير جدا ما بين كل اللاعبين الكبار في الفرقه. خدوا بال حضراتكم من الكلام علشان تعرفوا ان اللعيبه حاسه بكل حاجه بيعملها جمهور النادي الاهلي، وان اللعيبه عارفه ان هي اثرت في مباراه امس، وان المدير الفني والاداره الفنيه جوه الملعب لم تكن على مستوى المطلوب. وبالتالي اللعيبه زي ما قلت لحضراتكم قاعده النهارده، التمرين كان الساعه 1 الظهر، خلص التمرين كان نص ساعه، ساعه الا ربع للاعبين اللي لعبوا واكتر شويه للعيبه اللي لعبوا. ولكن اللعيبه من ساعتها في ناس نزلت تتغدى، وفي ناس تحس ان هي شارده الذهن من اللاعبين. كل الاخبار والمعلومات اللي جايه لنا من معسكر الفريق بتقول الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده، ان كل اللاعبين متاثرين بكل شيء. فانا ما ببررش حاجه ومش محتاج ان انا ابرر، لانه كل جمهور النادي الاهلي هو الدافع الرئيسي لكل البطولات اللي خدها هؤلاء اللاعبين خلال الفتره السابقه. سنه من الفرحة وسنة من السعادة مع كل هؤلاء اللاعبين، واتعمل لهم حفلة، اتعمل للنادي الأهلي واللاعبين حفلة كبيرة جدا جدا جدا. هذه الحفلة كانت بمثابة تتويج لمجهود هؤلاء اللاعبين خلال الفترة السابقة أو خلال الموسم اللي فات. الموسم انتهى والمفترض أن بدأ موسم، يعني طبعا ده السوبر بتاع السنة اللي فاتت، ولكن أنا بتكلم أن إيه، بداية موسم دايما بتبدأ بالسوبر اللي احنا خسرناه امبارح.